ازدادت حوادث السير عام 2013 في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت في مجملها حتى قراءة هذا التقرير حوالي 7212 حادثا. وهذا يعني في علم الرياضيات والقسمة أن عدد الحوادث لو قسم على عدد أيام السنة لبلغ عدد الحوادث اليومية حوالي 20 حادثا. وكان عدد الوفيات الناجم عن هذه الحوادث هو 131 حالة وفاة، وعدد الإصابات 7073 إصابة. وصفت الإصابات حسب درجة خطورتها كالتالي: 6236 إصابة صنفت بالبسيطة، 669 إصابة صنفت بالمتوسطة، 168 إصابة صنفت بالخطيرة. تعددت أسباب الحوادث والتي في غالبها تكون تجاوز خاطئ أو خرق واضح للقانون، فبين عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق إلى الانحراف عن مسلك السير وعدم المحافظة على المسافة بين السيارات، وأسباب أخرى كثيرة تجعل سائقي هذه السيارات يحصدون الموت بأيديهم.